السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب.com. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. الكاف يخرج بتصريح قوي ويفاجئ المنتخبات بقوله المنتخب الذي لا يتوفر على 11 لاعبا يعتبر خاسرا. أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يوم أمس السبت بيانا خاصا بلوائح فيروس كورونا خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي تنطلق ابتداء من اليوم في الكاميرون. وقال الكاف في بيان توضيحي سيطلب من المنتخب أن يلعب مباراة إذا كانت لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحين وقد جاءت نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة غياب حارس المرمى يجب على لاعب آخر من الفريق تعويضي بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 لاعبا على الأقل. وتابع سيتم اعتبار المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا على الأقل أنه خاسر بنتيجة 2-0. وفي حالة استثنائية ستتخذ اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا القرار الذي تراه مناسبا. وسيعتمد الكاف قاعدة التبديلات الخمسة في كل مباراة مع إتاحة 3 فرصة كحد أقصى لكل منتخب لإجراء تغييرات خلال الوقت الأصلي بجانب السماح بتبديل إضافي لكل طرف في حالة الوصول إلى أشواط إضافية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.